ينضم إلينا من القاهرة عطية عيسوي خبير الشؤون الإفريقية بالأهرام. أهلا بك سيد عطية. سيد عطية، كلمة جنرال نجيما قائد هذا الانقلاب بالغابون، فترة انتقالية لم تحدد يعني فترة زمنية لها، وعد بدستور جديد وقانون انتخابي جديد، كيف ترى هذه المعادلة؟ يعني أهلا وسهلا. أهلاً أرى بك. أنها عملية مقلقة طبعا للمعارضة في الداخل وأيضا لدول الجوار وللمجتمع الدولي عموما المهتم بما يجري في الغابون كدولة اقتصادية غنية بالبترول والمنجنيز والثروات المعدنية والطبيعية الأخرى، لكن حتى الآن لا نستطيع أن نقول إن المجلس العسكري يعني طامع في البقاء في السلطة لفترة طويلة كما حدث في دول الجوار بوركينا فاسو ومالي وغينيا كوناكري وأيضا السودان الذي حدث فيها تطورات كثيرة أدت إلى بقاء العسكريين في السلطة حتى الآن، لكن لابد على العسكريين أن يتخذوا إجراء يطمئن الدول الجوار ويطمئن الشعب بأنهم غير طامعين في السلطة، وبالتالي من هنا جاء قلق المعارضة، وإن كان مطلبها الخاص بأن يسلمها العسكريون السلطة على أساس أنها فازت في الانتخابات كما تدعي غير واقعي، لأن نتائج الانتخابات أصلا ألغاها العسكريون، فطالما أنها ألغيت فليس هناك فائز ولا خاسر، وبالتالي ليس من مصلحتهم الإصرار على ذلك والإلحاح وتحريض الخارج على العسكر، لأن ذلك سيجعلهم في النهاية في صدام مع العسكر وسيكونون هم الخاسرين. يعني بالنسبة لموقف المجتمع الدولي، يعني تفضلت سيد عطية أن هذا الوضع سيكون مقلق يعني بالنسبة له، في نفس الوقت التنديد بهذا الانقلاب لم يتخطى يعني الخط الأدنى، يعني بحيث أنه لم يتم اتخاذ أي إجراءات ولا أي عقوبات ضد الغابون. من سوء الحظ طبعا أن أو سوء حظ الشعب وحسن حظ العسكر على العكس من ذلك، هو أن الانقلاب تم ضد نظام حكم ديكتاتوري بصرف النظر عن الانتخابات ونتائجها وأنه فاز بحوالي 64% من الأصوات أو غير ذلك، فهي حكم ديكتاتوري ممتد لمدة 55 سنة. فمن هنا يعني المجتمع الدولي كثير من الدول أعربت عن ارتياحها أساسا ولو سرا على للإطاحة بالنظام وإنهاء هذه الدكتاتورية، لذلك لم يتخذ المجتمع الدولي أي عقوبات حتى الآن، لأنه عادة حتى العقوبات تأثيرها الضار يلحق بالشعب وليس بالأنظمة الحاكمة التي تدبر أمورها لمصلحتها بكل الوسائل، وبالتالي اكتفى الذين أعلنوا بياناتهم بالإدانة، إدانة الانقلاب كمبدأ وليس كانقلاب حدث ضد رئيس ديكتاتوري أو حاكم ديكتاتوري، كمبدأ حتى لا يشجع ذلك الآخرين في دول أخرى لم ينقلب عسكريوها بعد على الحكم، وطالبوا طبعا بإعادة الحكم المدني بأسرع وقت ممكن دون أن يحددوا فترة زمنية. لا منظمة دول وسط إفريقيا التي تنتمي إليها الغابون ولا منظمة إكواس المهتمة بما يحدث في غرب إفريقيا ولا الأمم المتحدة طبعا المشلولة بسبب خلافات بين روسيا والصين من ناحية والدول الغربية من ناحية أخرى. الاتحاد الإفريقي أدان وطالب كالعادة بإعادة الحكم بسرعة إلى المدنيين، لكن لم يتم فرض عقوبات
لأن هذه العقوبات كما قلت يعني هنا تنتظر هنا سيد شوي. عطية، بعض المراقبين يعني رأوا أن هناك ازدواجية يعني في المواقف، وأن كما تفضلت يعني عدم شفافية الانتخابات وهذا الحكم الدكتاتوري عفوا الذي استمر لأكثر من نصف قرن، يعني ما هي إلا أسباب أو تبريرات، لكن هناك ازدواجية مقارنة مثلا مع المواقف التي اتخذت ضد النيجر وانقلاب النيجر. يعني الازدواجية من حيث المبدأ قائمة كما تفضلتي، لكن هي الفرق هنا أو الفارق هو أن هذا انقلاب أطاح أو أنهى حكم ظالم، أنهى حكما ظالما، بينما الآخر في النيجر انقلاب ضد رئيس منتخب ديمقراطيا ومعترف به من كل الدول. لكن فلا يمكن عمليا من الناحية العملية والأخلاقية أن يتم المساواة بين الإطاحة بين بحاكم ديكتاتوري وبين تحكم أسرته البلاد منذ أكثر من نصف قرن، وبين رئيس منتخب يعني بالكاد كان قد بدأ فترته الثانية في الحكم بشكل ديمقراطي ودون أي مشاكل مع المعارضة أو مع الشعب، مشاكل تذكر يعني. من هنا كان لابد من التفريق في بين الأمرين، وإلا سيتم وضع كل الحالات في سلة واحدة، وبالتالي هذا يشجع من لديه نوايا ديمقراطية على أن ينتهج النهج الديكتاتوري ويعني يدير ظهره للمجتمع الدولي وآراء المجتمع الدولي ومطالب المجتمع الدولي، سواء في النيجر أو في الجابون أو في أي دولة إفريقية أخرى. عطية عيسوي خبير الشؤون الإفريقية بالأهرام كنت معنا من القاهرة، شكرا جزيلا لك.